فالإمام البخاري كان رجلا قال من رآه ما رأى مثل نفسه، شيخه علي بن المديني، وقد تخرج البخاري على يد علي، والذي خرجه في علم العلل وهو أدق وأغمض علوم الحديث. كان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المديني. فكان علي يقول: لا تصدقون، عايز يقول يعني كده كما يقول النهاردة العوام ده بكاش بكاش، بس بجملني يعني، والله ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. يقول أنا شيخه وما رأيت مثله، بل هو أيضا البخاري هذا يجاملني، لكن هو في الحقيقة ما رأى مثل نفسه، ما فيش منه، ما عادش منه ده خلاص. فبدأت علاقة الإمام مسلم، طبعا حديث عن البخاري حديث يطول جدا جدا جدا، لا يعني تكفيه حلقات. بدأت علاقة الإمام مسلم بالبخاري كما قلنا بعد العلاقة الوطيدة التي بها عرف مسلم وصار يعني مشهورا جدا بالبخاري وبعلاقته به بعد 250. قال ابن حجر: ومن الكبار الآخذين عن البخاري من الحفاظ، وسرد جماعة منهم، مسلم بن الحجاج ذكرهم في مسرد تلاميذه يعني. وقال أيضا إن مسلما كان يتعلم من البخاري ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك الفن والحديث يعني في عصره. وقال ابن الصلاح: ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في كثير من شيوخه. ومسلم كان واسع الرواية أيضا، مسلم قبل ما يلتقي بالبخاري سمع كثيرا وحصل كثيرا وشارك البخاري في كثير من شيوخه، ولعل هذا هو السبب الثاني الذي يجعل مسلم لا يروي عن البخاري في الصحيح، إن هو عمد هذه الأحاديث حصلها عن شيوخ البخاري وشارك البخاري فيها. يعني البخاري يروي عن قتيبة ومسلم يروي عن قتيبة، فما الداعي إن مسلم يقول حدثني البخاري عن قتيبة وينزل ليه؟ ليس هذا بمستحب، بل ليس هذا بمطلوب، بل على خلاف الأصل، فالأصل عندهم العلو، قد يعلو بضعيف. يعني من بعض روايات الضعفاء في المتابعات والشواهد عند مسلم إنما دفعه إليها أنه عايز يعلو الحديث هذا عنده بعلو من رواية ضعيف، وهو معروف عند الثقات بس بطريق أنزل منه. هو نفسه مسلم يرويه مرة نازلا بإسناد أطول يعني، ومرة يجيبه عالي بإسناد أقل، تجد العالي هذا اللي هو إسناده أقل شيخ مسلم فيه متكلف فيه كلام، والعالي شيخه فيه ثقة ثبت. طب جايب ليه الإسناد اللي فيه ضعيف ده يا مولانا؟ عشان العلو، والحديث كده كده موجود عندنا هو صحيح ثابت من روايات الثقات بنزول، فمش كان طبيعي ان هو ينزل ليه؟ ما هو عنده من رواية الثقات عالي، مفيش داعي. فمسلم روى عن كثير من شيوخ البخاري، شاركه فيهم، ومع ذلك تتلمذ له، وده يدلك على الإخلاص في الطلب. النهاردة تجد بعض الناس يستنكف عن مثل هذا، هو له فائدة عند ذلك الشيخ أو يستفيد منه، لكن يستنكف أن ينسب إليه، أو يستنكف أن هو يسمع أو يحضر أو يسائله ويشمخ بأنفه. ومثل هذا لا يتعلم، العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي، لا يمكن أن يقر الماء في رؤوس الجبال. لما تأتي السيول وتهطل السماء بالأمطار، المطر يجتمع في رأس الجبل، أبدا ترى رأس الجبل ليس عليه شيء، لا ينبت فيه شيء ولا يرسو عليه ماء، إنما ترى الماء كله في الوهاد والوديان، في الأماكن التي هي القيعان النوازل يعني. فكذلك العلم حرب للفتى المتعالي اللي شايف نفسه وحاسس ان هو مش محتاج حد، والناس دي كلها مش فاهمه حاجه، هو اللي بيفهم وهو لسه ما اتعلمش حاجه خالص، بس هو كده بالايه؟ زي ما بيقولوا كده بالايه؟ بالحكم يعني، حكما، لسه ما بقاش بالقوه، بالحكم كده يعني هو كده ان شاء الله يجي منه يعني، لكن هو لسه ما جاش منه حاجه، ويجرح في هذا ويطعن في ذلك كما نرى في هذا العجب، في هذا الزمان الذي يتجرى فيه الطلاب بل العوام على مشايخ العلم، تراهم يقطعونهم اربا وهم لم يحصلوا شيئا بعد. ما لما تتعلم تعمل ايه؟ ده انت لسه على البر، لسه ما نزلتش البحر ومش عاجبك حد، امال كيف اذا نزلت وما انت بنازل؟ انت مش هتنزل اصلا، الذي يسلك هذا المنزل ما بينزلش، لانه بقى واقف بره، لان ده اسهل، شتايم والتجريح والسب واللعن وكده والتخوين اسهل شيء على المرء، في اسهل من كده؟ انا اقعد اوزع تهم وانا قاعد؟
بلا تحقق ولا حاجة خالص، ده أسهل حاجة. إنما الصعب التثبت، وأصعب منه التحري والتدقيق والتحرير، ده أصعب بمراحل. ولهذا لا يقدم عليه أحد إلا أهل الحق وأهل الإخلاص. أنت عايز مجهود وعايز تعب وعايز أدوات. طب واحد ما عندوش أدوات وما عندوش حاجة خالص، يبقى يقول أي حاجة وخلاص، يقول كلام، هو الكلام بفلوس، يقول لك الكلام بفلوس، هل الكلام مش بفلوس صحيح، لكن الكلام قد يكون بنار، يعني هو ما كنش بفلوس فعلا، مش مكلف، اللي عايز يقول يقول بس. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد وألسنتهم؟ ألم يقل النبي هذا لمعاذ؟ قال له معاذ: أو إن لمؤاخذون بما تكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلام دوت، فأمسك لسانك ولا يضرك، لا يضرك إن كان هذا مجروحا بجرح أو ساقط أو كذا. أنت غير مكلف بالحكم على الناس أصلا، أنت مكلف بنفسك، وأن تحكمها وأن تضبطها وأن تقيمها على الحق، ولست مكلفا بالحكم على الخلق، لست من ذلك بسبيل. فانجو سعد فقد هلك سعيد. فالإمام المسلم مع كونه يشارك البخاري في كثير من شيوخه، بيروى عن نفس المشايخ في أوقات كثيرة جدا، ومع هذا لم يستنكف ولم يأنف إن هو يتتلمذ له، ويترك من أجله شيخه الكبير محمد بن يحيى الذهلي، ويلازم البخاري كما سيأتي الآن ما جرى بعد وقوع المحنة والإشكال هناك في نيسابور مع البخاري. ليه؟ لأنه أدرك أن منفعته وأن مصلحته في العلم والشرع مع هذا أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، لا لك، لا عليك بما يقول الناس ولا بما يقول هذا، ولا لن يقف أحد معك أمام الله عز وجل، ولن يحول أحد بينك وبين الله عز وجل، فلا تعبأ، وافعل ما تراه الحق، واستعن بالله ولا تعجز.